في فيديو النهارده هيكون معانا 5 مهارات من المهارات اللي بجد هتقدر تفيد اي لاعب كرة قدم وهيقدر بيهم انه يراوغ خصمه في اي مكان في الملعب. بس كمل الفيديو للاخر واختار لك 2 أو 3 وحاول انك تتمرن عليهم كويس جدا جدا حتى لو في البيت. هندخل على الانترو ونبدا على طول. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. جبت لكم النهارده 5 مهارات من المهارات الجامده جدا واثق ان انتوا هتقدروا تعملوها وتنفذوها في الملعب. بس اهم حاجه ان انتوا تنفذوا الحاجات والخطوات اللي انا هقول لكم عليها عشان تقدروا تنفذوها زي لاعبين كره القدم الكبار اللي انتوا بتشوفوه. بس قبل ما نبدا ما تنساش لايك، ولو انت جديد عندي سبسكرايب للقناه، وممكن تضيفني على الانستجرام، هتلاقي الرابط تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا على طول في المهارات. اما بتكون على طرف الملعب والخصم بيكون داخل عليك، بتقدر انك تشتت الخصم بمجموعه الحركات اللي انت شايفها قدامك دي. بتلف الكره بسحب حوالين قدمك وبعد كده بتاخدها بسرعه رهيبه على شكل حرف ال، وتقدر تتعلم المهاره دي في مجموعه خطوات هتعرفوها دلوقتي بس بعد ما نكمل المهاره. المهارة دي دمار جدا وتقدر ان انت تستخدمها في اطراف الملعب زي ما انت بتشوف لاعبين كرة القدم ازاي بيستخدموها في المباريات بتاعتهم، وتقدر تعملها كويس جدا لو اتبعت الخطوات والحاجات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. باهم حاجة بس ان انتوا تتمرنوا عليها كويس جدا. يلا بينا نروح نشوف هنتعلمها ازاي. هنا في الخطوة الأولى بتعود قدمك على لف الكرة، وهتفضل تتمرن على التمرين ده في حدود مثلا 20 مرة، وبعد كده ممكن تدخل على التمرين التاني. التمرين التاني برضه هتتمرن نفس الحركة، بس هنا هيكون زيادة حاجة بسيطة اللي هي ضرب الكرة بالقدم التانية، وهتفضل تتمرن عليها برضه في حدود 20 مرة كل يوم. في الخطوة التالتة هتعمل نفس التمرين الأولاني وبرضه نفس التمرين التاني، وهتزود بس حاجة بسيطة كده اللي هي تكملة المهارة بسحب الكرة على شكل حرف L، ولو شايفها صعبة ممكن تعملها لوحدها الأول لعدة مرات لحد ما تكون متقنها كويس جدا، وبعد ما تخلص التمرين هتعملها كلها على مرة واحدة بشكل بطيء كده شوية، وبعد كده هتسرعها واحدة واحدة لحد ما تكون بتيجي معاك بالأسلوب اللي أنت شايفه قدامك ده، وتقدر إن أنت تنفذها بكل سهولة وأريحية. دي مهارة اشتهر بيها كريستيانو رونالدو وهي اسمها كومبو CR7. بتلف قدمك مع سحبة الكرة وبرضه بتاخدها بقدمك التانية في اتجاه، وبعد كده بتحركها هنا ببطء شوية، وبعد كده بتعمل فنت بسيط وتسحبها على قد ما تقدر في اتجاه بعيد عن الخصم تماما، وهي حركة حلوة وسهلة وتقدر كمان تعملها، وهقول لكم على شرحها بعد ما نكمل المهارة. Hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone, I'm losing. دي برضه مهارة جميلة جدا وكان بيستخدمها كريستيانو رونالدو في مبارياته، وتقدر ان انت تراوغ بيها كويس جدا وتراوغ بيها كمان اكتر من لاعب. بس اهم حاجة انك تسرع قدمك، يكون في تسريع للقدم عشان تقدر تنفذها بسهولة وتقدر تعدي بيها كويس جدا. يلا دلوقتي ندخل نشوف هنتعلمها ازاي. في الاول هتعود قدمك على لف الكره برضو بنفس اول خطوه في المهاره الاولى، وهتفضل برضو تستمر عليها شويه في حدود مثلا 20 مره.
وفي الخطوة التانية تعمل برضو نفس الحركة اللي احنا شفناها برضو في المهارة الاولى. بمعنى صح ان المهارة الاولى لو انت اتعلمتها كويس المهارة دي هيكون معاك سهلة جدا، بس هيكون في اختلاف بسيط جدا في المهارة دي لان المهارة دي مش زي المهارة التانية. وفي الخطوة التالتة هيكون في تغيير عن المهارة الاولى لانها مش نفسها. هنا انت تعود قدمك على الحركة دي اللي هو الفنت البسيط بالرجل، وهتاخد الحركة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وهتفضلوا تتمرنوا عليها بالطريقة دي ببطء شديد جدا. وفي الخطوة الرابعة هتعمل حركة كاملة بس هيكون في زيادة بسيطة جدا اللي هو سحبة الكرة من على الارض، وهتفضل تتمرن على الحركة دي لوحدها كده لو انت شايفها مثلا صعبة في الاول عشان ما تبقاش ايه فيها لخبطة ولا حاجة وتكون معاك سهلة كمان. وكمان تقدر تنفذ المهارة دي بسهولة جدا بعد ما تخلص التمرين اللي انا قلتلكوا عليه. واهم حاجة ان انتوا تعملوها ببطء الاول وتسرعوها تدريجيا، وبعد كده هتشوف فرق كبير جدا جدا في مستواك في المهارة دي، وهتقدر ان انت تنفذها زي ما بتشوفها في اي لاعب او اي حد بيعمل. Producing, I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win, but they not do. Everybody wanna copy you, but they not you. Everybody wanna be cool, but they not new. Whoa, look how I go. Gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose, cause I'm still doing both. Never gonna lose, cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing. دي مهارة جبارة جدا وبتدمر المدافعين بلمستين من الكرة، والمهارة دي عن تجربة كبيرة جدا مني، وتقدر تستخدمها في أي مكان في الملعب. كل اللي بتعمله إنك بتسحب الكرة لتحت شوية وبعد كده بتاخدها بداخل أقدامك عشان تقدر تعدي من خصمك، وهنشوف دلوقتي إزاي تتعلمها وهي سهلة جدا جدا ومش تاخد معاك أي وقت. My case closed, they low, they know we be stacking that paper. I don't just fuck with anybody, baby girl, I don't fuck with them strangers. دي مهارة جميلة جدا وكمان انك تقدر تستخدمها بسهولة جدا لان المهارة دي سهلة من المهارات السهلة وهي قوية جدا جدا في المراوغة. يعني انت لو عملتها كويس هتقدر ان انت تراوغ بيها وتاكل الخصم او المدافع بكل سهولة. اهم حاجة ان انت تتمرن عليها بالطريقة اللي هقولها لك دلوقتي عشان تقدر تنفذها وتقدر تعملها بسهولة جدا. يلا بينا نروح نشوف هنتعلمها ازاي. المهارة دي هتتعلمها على خطوة واحدة بسحب الكرة وتحركها بالطريقة اللي انت شايفها قدامك دي، وهتفضل تستمر عليها لحد ما تكون جيد جدا في عمل المهارة. واهم حاجة كمان تكون بتيجي معاك سهلة، ووعدك بعد ما هتعملها كده هتقدر ان انت تراوغ بيها كتير جدا وهتعمل لك شو كويس جدا في الملعب وانت بتنفذ. دي مهارة خفيفة كده وعلى الماشي، بتسحب الكرة بأسفل قدمك وبتفوتها بين أقدامك وبتعمل حركة الفي دراج، وتقدر تمر وتعدي بيها برضو زي ما انت شايف كده قدامك. وأقول لكم دلوقتي ازاي تتعلموها. دي مهارة استثنائية بس ما بتعملهاش في اي مكان في الملعب، بس هي حلوة برضو وتقدر انت تستخدمها في اماكن كتير قوي، بس هي اغلب استخدامها في الملعب الخماسية، بس برضو تقدر تستخدمها في ملعب 11 لو انت برضو اتقنتها شوية. هندخل دلوقتي نشوف هنتعلمها ازاي، يلا بينا.
في الاول هتتعود على سحب الكرة من رجلك بالطريقة دي اكتر من 20 مرة، وبعد كده هتعمل حركة الفي دراج، بس هتحاول تكون بطيء في الاول عشان تقدر تتقنها، وبعد كده هتسرعها عادي تدريجيا وهتكون معاك سهلة وتقدر تعملها بسهولة جدا. ما تقلقش من اي حاجة. وبكده خلصت حلقتنا، يا رب انها تنال اعجابكم. ما تنسوش لايك سبسكرايب، وتقدر تشير المقطع ده في كل مكان. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.